حتى لو في الورد شوك، حتى لو كان يوم دابل، مين يقول ان الحياة حزن او ضيق او زعل، مين يقول ان الدروب والبيبان تفلت. اوعى تيأس يلا قوم، طول ما في دايما امل مع بهية. ايوه لسه في امل. ماجدة عبد الستار، الجدة الصغنونة اللي عمرها 45 سنة، رغم حزنها في بداية مرضها إلا إنها قدرت تنجح في الامتحان الصعب واكتشفت نفسها من جديد. وساعدها على كده أهم واحد دعمها وسندها طول فترة مرضها، جوزها اللي عمره ما قال لها كلمة تجرحها، وكان دايماً شايفها أجمل ست في الدنيا. ماجدة في بيتها عشان أسمع قصتها، بس قبل ما نتكلم ساعدتها في تخليط الملوخية. ماجدة عبد الستار تقريبا من سني، بس في ما شاء الله احفاد وكده. متجوزه كام سنه يا ماجده؟ 16 سنه. 16 سنه. عندك كام ولد وبنت؟ عندي 3 بنات وولدين. احكي لي بقى يا ماجده، جالك انت الكانسر وعرفتي الخبر ازاي؟ والله انا كنت قاعده انا وبنوتي وبعدين بنهزر مع بعض. فهي كنت لابسه حاجه بنص كم وبتاع، بتضربني على صدري كده وبتاع، بتقول لي يا ماما في حاجه مزقلطه في صدرك. قلت لها لا مفيش حاجه، مش حاسه بوجع ولا حاجه، ما اعرفش. قالت لي لا دام هي ما توجعكيش روحي اكشفي. كان وقتها بفنانه منى زكي بتعلن عن بهية الاعلان. صح. فبنتي دخلت على النت وجابت العنوان، رغم ان هما جنبي في الهرم هنا. جنبنا. دخلت بقى على النت وكده وجابت لي العنوان، وقالوا لها لازم تتصل بالتليفون وبعد كده تبقى تاخد حجز. فجبنا الرقم واتصلنا بالتليفون، والحمد لله اتصلوا بيا قالوا لي تعالي، وعملوا الفحوصات، عملوا لي الميجرام واشعات وتحاليل. عرفتي بقى ان عندك بريست كانسر؟ الدكتور شريف قال لي كانسر ولازم يتشال ومش عارف ايه، وصدمني. فقعدت اسبوع منهار. عياط بقى ولا ايه؟ عياط، انا ما كنتش بنام. عياط بقى، وبصي يعني ما كانت صدمه. والدكتور الشريف يقول لي يا بنتي ده حاجه بسيطه، اقول له انا مش قادره ومنهاره. قعدني مع لجنه طبيه برضو منهاره. بصراحه الدكاتره هناك ربنا يبارك لهم ويجعلهم في ميزان حسناتهم، هم دعمونا. بقى الدكتور الشريف دوت بصي زي ما يكون بيحيي البنوتو. المفاجاه بقى الثانيه اللي زعلتني، قالت لي هتاخدي هرموني 5 سنين. بصي بقى اتصدمت. علاج هرموني. اتصدمت يا ربي، طب انا مش هخلص. لا انا مش عارف، انا يعني كنت بصراحه مع شكلي لا. خدتش الكيماوي والشعر وقع؟ شعري وقع وحواجبي وكله. كله الحمد لله، وفضل الجوزي بقى بقت لابسه طاقيه يقول لي يا بنتي العاب والله شكلك حلو. اقول له لا يا محمد انا مش حابه شكلي. يقول لي والله العظيم شكلك جميل. كان بيقعد وقعد يحسس على راسي كده الله يكرمه. والله ما حسسكيش ان انت؟ انا بتيالي حبه زاد، بتيالي بعد ما جالي الكانسر. ايه الحلاوه دي يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ايه الحلاوه دي؟ تعالي يا حبيبي، تعالي اقعدي على رجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي انت ايه؟ ما اتضايقتش من الشكل لما الشعر وقع؟ لا والله، حضرتك اول ما جالها المرض ده كانت في صدمه جامده قوي، لان ما قالتش لحد. كانتش قالت لحد الا ليا. فانا برضو قعدت اصبرها وكده، ان دي نعمه من الله سبحانه وتعالى. والله. فحتى اما عرفت ان هي شعرها وقع وكده، بقيت اقول لها انت احلى من يعني في اجانب بيمشوا كده بشعرهم من غير، فانت شكلك احلى من الاول. فكانت ده دعم ليها يعني، بقت كده يعني طول الوقت بتتكلم معاها بالكلام ده. انا بطلب انا كنت بصحيه بالليل اقول له، اشده بصراحه كده والله، اقول له قوم اقعد معاه انا تعبانه، يقول لي طب انت عايزه ايه، ويقوم والله بصراحه الله يدي الصحه. بطلب بكل واحد عنده حد عنده المرض دوت يقف جنبه،
ان احنا مين امن من الامراض؟ مفيش. فكل زوج يقف مع زوج، لان كان في برضه في حياتي ان واحد كان زوجته جالها كده ولا احنا مستحملين شكلك الوحش ده يا ساتر، فكان ده كان حاجه دمرتها الست دي طبعا، الله يرحمها يعني ويهدي زوجها. وطالب كل زوج ان يقف جنب زوجته في الحاجه دي، وطالب كل اللي حواليها برضه يقفوا جنب اللي يجيله المرض ده، لان ما حدش امن من المرض. طب انا يعني هو لما السدر اتشال قال لك لا شكلك حلو وما تعمليش بناء، وما تعمليش بناء تاني. لا لا يا راجل، هي اللي اثرت. انا اللي اثرت، قلت لها ما فيش اي مشاكل. عملتي البناء بقى وارتحتي هديتي. لا رحت ثاني يوم بقى رمضان، دكتور شرف يقول لي ايه يا مجده انت مش صابره الا بقى بعد رمضان تيجي تعمليها. قلت له بس يا دكتور ده انا فرحانه. قال لي يعني العمليه دي كنت جايه بتعيطي الوقت فرحانه؟ قلت له ايوه طبعا. هعمل حاجه جديده. هرجع شكلي تاني. ايوه حبيبتي. قال لي خلاص يا مجده. بصراحه هو الدكتور احمد عبد اللطيف الله يعزهم ويجعله في ميزان حسناتهم، كانوا بصي يعني هم مش كانوا بيعامليني دكاتره يعني كدكتور، لا كان في دعم نفسي جامد. انا عارفه في بهيه بيساعدوا الستات ان هم يتخطوا المرحله دي. انت دلوقتي في اي مرحله؟ انت الحمد لله خفيتي؟ الحمد لله بقى عملت عمليه، بقول لك انا خلصت الاشعاع وخلصت الكيماوي، والدكتوره قالت لي هتاخدي الهرموني 5 سنين. دي كانت صدمه ثانيه. قلت يا رب ده انا عايزه اخلص بقى. راح بتاع ده بعديها بعد ما خلصت الاشعاع عملت لي تحاليل وعملت لي موجرام وعملت لي ده وكل حاجه، وجت قالت لي ماجده روحي عيشي حياتك انت مش هتاخدي علاج. انا جالي ذهول، ما صدقتش. قعدت اسبوع ورحت لها تاني. قلت لها يا دكتوره هو انت الكلام اللي قلته لي صح ولا انا اصل انا ما سمعتش مش عارفه. قالت لي يا ماجده انا قلت لك روحي عيشي حياتك انت بسم الله ما شاء الله مش محتاجه العلاج، خلاص هتجي لنا بس كل 3 شهور نعمل لك فحص وخلاص. افضل حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى الدكاتره بتوع بهيه. والله العظيم دكاتره، انا يا ليت كل العالم يكون فيهم دكاتره زي بهيه. الله والله العظيم دكاتره الله يبارك لهم. الدكاتره دول فعلا يعني هم اللي خففوا عننا الحاجه. فربنا يبارك لهم. طيب. كلهم اخلاقهم فوق المستوى. اشوف بناتك فين؟ ده يا حبيبه اللي مين اسمائهم ايه؟ واسماء وشيماء. يا اسماء شيماء كانت احلى مفاجاه لما بناتها هم اللي بشروها انها هتطلع العمره. يا حلوه يا ماجده يا حلوه يا حلوه يا حبيبه قلبي، مبروك يا ماجده. يا روحي هتروح عمره. هي كانت بتتمنىها يا روحي يا روحي. هي كانت بتتمنىها حبيبتي. انا كنت حلوه بقى. احنا جايين نفرحك يا ماجده ولا جايين تعيطي؟ بتمنىها طول عمري. بتتمني العمره؟ يا حبيبتي والنبي ما تعيطي يا ماجده. حتى كنا قاعدين في الدعم النفسي يقولوا انت بتتمنيها؟ اقول لهم انا بتمنى العمره. كانوا بيعملوا لنا لعبه كده ويقولوا لنا غمضوا عينيكم واحلموا. بعد ما نفوق انا طلعت بس هي ما طلعتش. بعد ما نفوق نحلم يقولوا احلم تبقى يقولوا حلمت ان انا في عمر. كنت بتمناها طول عمري. انت ما طلعتيش عمر قبل كده خالص؟ لا. هتطلعي مع بهية يا ماجدة. هاتي بوسة هاتي بوسة وخد كبير. الحمد لله الحمد لله. حبيبتي 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 حبيبتي. عايزين بوسه على راسها كده يا ام محمد. تعالى. ها الله مبروك يا حبيبتي. العمره مقدمه من شركه الربيع للسياح. ما بهي ايوه لسه في امل. دي ست لقت الدعم والعلاج من بهي واحنا حاولنا نفرحها، إنما في غيرها طوابير من الستات نفسهم يلاقوا الدعم ويتعالجوا. اتبرعوا على رقم حساب 8 ستات في كل البنوك المصرية أو اتصل على 162-02.